Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, fin de la séance, c'est-à-dire, traitement de salaire. C'est bien, donc la troisième partie, donc, le calcul de l'IR plus le bulletin de paie. Bien, donc, je vais vous dire l'IR net, l'IR brut. باش نحسب لي بروت كانت تبقى هاد العلاقه هذه يعني انا لي بروت هو السالير نيت امبوزابل ملتيبلي بار لو طو موالا سوما ديدوير اللي ما فهمش كيفاش كيتحسب السالير نيت امبوزابل ارجع ليا راه تلقاوه في الديسكريبسيون اوكي فوالا دونك ملتيبلي بار لو طو موالا سوما ديدوير دونك هاد لو طو هذا كيفاش غادي ندير حتى نحسبو وهاد لا سوما ديدوير منين غنجيبها بيان سور عندنا واحد لو باريم هو اللي كان اللي كناخذوه بعين الاعتبار Voilà, donc on a le barème donc de l'IR annuel, on a le barème de l'IR voilà, mensuel. Okay? Donc, on a le barème de l'annuel, donc on a le barème de l'IR. Okay? Donc, on a le focalisé à l'IG, on a le mensuel, on a le barème des examens. C'est bien le salaire, on a le barème de l'IR, calculer le salaire de le salarié, donc fait le mois. On a le barème de tableau de mensuel. C'est bien. Donc, allez, chercheur. Donc, il a qu'un le CNI, donc salaire net imposable, محصور ما بين 0 حتى 2500 درهم. Donc, كناخذ داك SNI, كنضربو في 0% أو كنقص 0. OK, donc la somme déduire, يعني multiplié par le taux, ناقص la somme déduire, كتبقى القاعدة. OK, donc le taux là كنجيبو من هنايا, la somme déduire هي la déduction. Voilà. Donc, il a qu'un داك le CNI اللي حسبت, محصور ما بين 2501 حتى 4166 هنايا كناخذ داك اس ان اي كنضربوه في 10% وكننقص منه 250 نفس الحاجه بالنسبه للخوات الكاتيجوري دونك 4167 حتى 5000 درهم دونك كنضربو في 20% كننقص منها ديك 666.67 اوكي فوالا اي ان سي دي سويت حتى نكمل الطابلو ديالي دونك في الاخر دونك في هذا المطاف غتلقاو بلي الا كان اكبر من 15001 دونك هنايا كنضربوه في دونك كناخذ داك اس ان اي كنضربوه في 38% اوكي اس ان اي اللي كناخذ ياك كنضربوه في 38% وكنقص منه ديك 2033.33 بيان دونك فوالا دونك لقيت دابا ليغ بغيت بعد ما كنلقى ليغ بغيت الوغ دابا خصني نلقى ليغ نيت باش نلقى ليغ نيت ولا بدا خصني تبقى العلاقه عليه يعني ليغ نيت هو ليغ بغيت وكنقص لي شارج فاميليال شنو هما لي شارج فاميليال لي شارج فاميليال هي 30 درهم كنحسبوها دونك فوالا دونك 30 درهم لكل فرد اوكي يعني الا عنده 4 ديال الدراري 5 ديال الدراري دونك 30 فوالا 30 درهم لكل فرد وكنزيدو حتى للمراه تاعي اوكي فوالا دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لي زالوكاسيون فاميليال يعني سي جامي كما قلت لكم في لا فيديو الاول سي جامي عطاوكم لي زالوكاسيون فاميليال دونك عطاو قال لكم باللي هي 300 درهم ولا 200 ولا 600 درهم يعني لا سينيفيكاسيون ديالها ان هذا السيد هذا لو سالاري هذا مزوج عنده ثلاثه ديال الدراري اوكي يعني غادي هذيك ثلاثه ديال الدراري دونك غادي نعطيهم 30 درهم لكل واحد دونك هادو هما دونك ثلاثه الدراري بلس المراه يعني هي 30 درهم اخرى يعني 3 فوا 30 ملتيبلي بار 4 غتعطيك اوتوماتيكمون دونك 120 اوكي يعني 120 درهم هي الشارج فاميليال يعني كما قلنا 30 درهم لكل فرد فوالا دونك دابا غادي نشوفوا لو بولتان دو بي اوكي دونك الا قلبتوا في جوجل دونك غتلقاو بزاف ديال لي بولتان دو بي وكل سوسيتي كيفاش كدير لي ديزاين اكسيتيرا دونك انا بلا ما نكثر عليكم الاخوان ساهله دونك غنطراسي واحد الطابلو فيه 3 ديال لي كولوم الا بغيتي تزيدوا لونتي تزيدوها دونك لو نون ديال لا سوسيتي لو سالاري اللي غندير ليه لو بولتان دو بي الخدمه اللي كيدير اكسيتيرا دونك شنو كيكون واش هو كونطابل ولا شنو سي بيان دونك كنعطيه المسائل ديالو دات دومبوش اكسيتيرا لا دات ديال لو بيمون هادشي نورمال خصو يتدار انا شرحت لكم دونك فوالا باش ما نطولش عليكم دونك نطرسي واحد الطابلو فيه ثلاثة ديال الخانات سي بيان فوالا دونك اليمون افونتاج روتوني ساهله بزاف بالنسبه لي زافونتاج كنكتب كاع دوك لي زيليمون اللي عندي في سالير بغيت جلوبال تبعوا معايا مزيان الله يرحمكم الوالدين بالنسبه لي زافونتاج كنكتب تو دوك لي زيليمون اللي حسبت انايا ديجا في سالير بغيت جلوبال شنو قلنا على سالير بغيت جلوبال لو سالير بغيت جلوبال ال كونتيان توت لا رومونيراسيون سوف لي زالوكاسيون فاميليال يعني هادو كلهم اوكي دونك اجمع كاع دوك لي زافونتاج راه كيعطيوني اس بي جي راه هو التوتال ديال لي زافونتاج فوالا دابا غنشوفوا لي روتوني
باش نعقل على لي روتوني، غادي نمشي لي ديدكسيون اللي جا حسبت عقلت عليهم في 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 اس ان اي باش نحسبوا لي اس ان اي. قلنا هو اس بي اي مو لي ديدكسيون، وهاد لي ديدكسيون هما سته ديال الحويجات. اوكي دونك قلنا لا سي ان سي اس، لا مو، لا سي ام، لا ام جي، ولي او، ولي فري بروفيسيونيل. هادو كلهم كنحطهم هنا في لي روتوني من غير لي فري بروفيسيونيل. علاش؟ حيت لي فري بروفيسيونيل هما كيعاونوني غير باش نلقى بيان سور ليير، كيعاونوني غير في الحساب ديال ليير، وما كيتنقصوش نورمالمون في سميت. اوكي دونك فوالا، دونك وكنحط هنا ميم ليير. اوكي ليير نيت، ليير نيت ما كنحطش هنا في لي روتوني، ما كنحطش طلب بالسي بروبليم، ما كنحطش ليير بغيت، كنحط ليير نيت حيت هو اللي كيهمني. اوكي بالنسبه لا سينيسيس دونك راه كنجيبو المونطون من لي ديكسيون ديجا حسبناها، لا مونتا هي ديجا حسبناها، لا سي ام دونك حسبناها، لا ام جي تاع هي ليير او. دونك فوالا OK donc opposition sur salaire et la cession sur salaire. Donc si jamais d'ici là de chez crédit, OK donc on construit des crédits chez la jet chez la tonobel chez la c'est bien يعني اي حاجه روتوني على السورس يعني مقتطع من المصدر. OK donc voilà donc il a dit comme بلي هاد السيد هذا خدا واحد الكريدي دو كونسوماسيون ولا خدا واحد الكريدي ولا شي حاجه، خصو يقول لكم في التمرين روتوني على السورس، يعني اللي عندي الحق نقصها من هنايا. اوكي من بيتا دو بي، الا ما قالوش ليا روتوني على السورس يعني ما عنديش الحق نقصها. سي بيان، وكاين اختلافات ما بين اساتذه، كيقول لك ماشي مشكل نقصها، كيقول لك لا ما تنقصهاش، حتى يقول لك روتوني على السورس. شنو هو روتوني على السورس؟ يعني مقتطع من المصدر، يعني غادي يعني بحال دابا نتايا مشيتي خديتي واحد 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 فوالا شي امبيان خديتيه في شي مارشي ولا شي حاجه بحال هكا فوالا وكيتسالوك. دونك الا كانت روتوني على السورس دونك راه كيتنقص من يعني عوض تخلص 2500 درهم كينقصوا لك 10000 ريال 500 درهم كل شهر. دونك هذه كتسمى روتوني على السورس، يعني كيقطعوا عليك من الخلاص ديالك. روتوني على السورس هو المعنى ديالها. فوالا دونك كنقصوا لي زافونس، يعني لي زافونس يعني سي جامي هذا السيد هذا خدا واحد لافونس سيغ سالير، يعني فوالا دونك قبل ما يوصل الاخر ديال الشهر خدا من عندنا 1000 درهم ولا 1500 درهم، دونك كنقصوا عليه هنايا في الحساب. ولي زوطخ روتوني كاينين بزاف. اوكي فوالا، ومن بعد كنحسب لي طوطو ديال لي روتوني، دونك طوطال ديال روتوني فوالا. من بعد باش نحسب السالير نيت، يعني غادي نديرو كاع داكشي اللي كيشد، يعني طوطال ديال داكشي اللي كيشد هاد السالاري هذا، كنقسم منه طوطال ديال داكشي اللي كنحيدو ليه، يعني طوطال ديال لي زافونتاج موان طوطال ديال لي روتوني، يعني اس بي جي موان طوطال ديال لي روتوني. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا سيونس هادي، نتمنى انكم استفدتوا معنا مزيان. دونك ان شاء الله بقات لا سيونس الاخيره بالنسبه للتريتمون دو سالير، ونساليو الكور ديالنا بيان سور. دونك غادي نشوفوا لونجستخمون كونطابل ديال هاد البيتان دو بي، وغادي نشوفوا لونجستخمون كونطابل بالنسبه لي شارج باترونال افيك لو ريغلومون ديال هاد لي كوتيزاسيون هادو. دونك كيفاش غادي نديرو اليوم؟ دونك